الوحداوية الله يعطيهم الصحة والعافية اللي ظهروا بمظهر مشرف وقدموا مباراة كبيرة ورائعة وأكثر من رائعة، زعلانين وشالين بخاطرهم على حكم المباراة لحالتين تحكيميات، الحالة الأولى عادية والحالة الثانية والله فيها كلام شوية، لذلك راح أترك الرأي يكون رأيكم والشور يكون شوركم. الحالة الأولى يقول لك ليش الحكم ليش الحكم حسب 11 دقيقة وقت بدل ضايع، ومن وجهة نظرهم أن الوقت المقدر ضايع 5 دقائق، وهذه حالة عادية وتحصل في أغلب المباريات، لكن عذرهم أن الهلال كان ضاغط جداً في نهاية المباراة وكان ممكن يسجلون في أي لحظة. هذه الحالة الأولى، اكتبوا لي رأيكم عنها في التعليقات في أسفل الفيديو. الحالة الثانية عن الفاول قبل ما يسجلون الهلال هدف التعادل بثواني فقط، تشوفون الحالة أمامكم على الفيديو. من وجهة نظرك عزيزي المشاهد، هل هي فعلا فاول أم ممكن يمشيها الحكم ومشت وهي غير فاول تماما؟ اكتب لي رأيك في التعليقات في أسفل الفيديو، والآن راح أحط لك اللقطة كاملة من تصوير الجمهور في الملعب ابتداء من الفاول اللي ما انحسب أو اللي قد يكون فاول، عشان ما أفتي وأقول فاول، من اللي قد يكون فاول وما انحسب بحط لكم اللقطة كاملة إلى أن يتم تسجيل الهدف، واكتبوا لي رايكم في التعليقات في اسفل الفيديو، فاول ام غير فاول من وجهه نظركم. وطبعا الطيور طارت برزاقها والهلال فاز وما بتنعاد المباراه، هي مجرد شرهه من الوحداويه على حكم المباراه. ولا تنسوني من اللايك والفولو. Hello.